في ظل استمرار السلطات البحرينية في احتجاز جثمان الشهيد عبد العزيز العبار لأكثر من شهر، ومع استشهاد الشاب علي فيصل العكراوي، أوضح مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان صدر له يوم أمس الاثنين أن 9 مواطنين استشهدوا وأن قرابة 800 مواطن تعرضوا للاعتقال. ومنذ دعوة ولي عهد الحكم سلمان حمد الخليفة إلى حوار مع المعارضة الرسمية بهدف التوصل إلى تسويات سياسية لإنهاء الثورة المتوقدة منذ 14 فبراير عام 2011. وقد شهدت البلاد أمس يوما حافلا بالتظاهرات نصرة للشهيد علي فيصل العكراوي وعبد العزيز العبار، حيث خرجت الجماهير في سترة وإسكان سلماباد والديه والسنابس والمقشع وأبو صيبع. وقد تعرضت التظاهرات للقمع من قبل قوات النظام، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات المعتدية. البحرانيون عبروا عن عدم اكتراثهم بالتسويات السياسية المزمعة، وأكدوا على الاستمرار في الثورة حتى إسقاط النظام، وقد عمدوا إلى وطئ صورة الحاكم حمد عيسى الخليفة، كما وطأوا صور حكام دول الخليج التي أرسلت قواتها للمشاركة في قتل المواطنين.